بسم الله عليكم. الحمد لله على السلامة. نعم. الحمد لله. أنا مرة أتعلم السواقة وأتعلم وأنا سادس ابتدائي. طبعًا أنا ما تعلمت السواقة إلا بعد الجامعة. يوم وصلت الجامعة. وأتعلم السواقة في الديرة. طبعًا السيارات من أول. اللي هو الكلتش والبنزين. الأيدي. بس. عادي ما في إلا عادي. والطاقة. المهم. ما عندنا إلا الأيدي. وراكب مونيت وفي الديرة أسوق. وداعس أنا برجلي الثنتين اللي هو الفرامل والكلتش. يعني ماني داعس كلتش مفضل السيارة، لا داعس بالرجلين ثنتين. وفي سيارة عدت من قدامي وأنا داعس بيدي ثنتين، قلت بريح. رفعت رجع على الكلتش، يوم رفعت رجع على الكلتش في نتعة يجي في السيارة. إي تنقز. واصدم السيارة اللي قدامي على البابين. ونعم. ما عليك أضبطك طعمك مرة مثلك. تخيل الرجال احتريه من هناك. لين جاء عندي قلت برفع رجلي عن شو اسمه الكلتش. يوم رفعت وانا اخبط الرجال على البابي. والله انا توه مطلعها من الورشه. معشق اي. هي معشق السياره. ما فضاها. هذا من طال عمرك طالع طال عمرك صغير ورع صغير معي ولد خالي يسوق احسن مني يعلمني كلنا ورعان صغار سادس ابتدائي ويطالع فينا قال له وراي ايش اسوي فيهم؟ اي بالله. هذا من طال عمرك قال الله يستر عليك، انت ولد من؟ قلت انا ولد فلان، قال الله يستر عليك. ابى نصلح سيارتك ما بنصلحها، قال الله يستر عليك وروح بس. سمحي ملو. مره قال روح وراح بيته واروح للوالده الله يذكره بالخير. قلت يوم ما اعطيني فلوس بعطيه الرجال تو مصلح سيارته بعطيه سياره فلوس عشان اصلح سيارته. قالت زين، اعطتني 100 ريال. ويا فعلا ذاك الايام تمشي الامور يعني. لا إيه؟ والله ما تسوي شيء كرسيده سيارته دخل بابين. لا هالمكه يموتون بالكرسيده. لا زال ابو سليمان مصر ان الجوال في بيع. ابو سليمان لا والله دخلنا فيها. ابو سليمان والله اني نسيت. والله كان في بيع دخلنا امشي على خشم فوقها فوقها الضوء. كلنا ايوه. المهم يا الربع عشان ما اطول عليكم واجي عند الوالد اخذ 200 ريال واروح طال عمرك ادق الباب عليهم. يوم دقيت الباب طلع ابوه الله يرحمه لا اله الا الله عم سعيد طلع عند الباب. يوم طلع وانا احط القروش في جيبه على طول. أيوة. والله انها ما تجينا وان هذه تصلحة السياره. لا اله الا الله. هو ما شاء الله متعافي الله يرحمه اخذ القروش كذا من جيبه وحطها في جيبي قال له الله يوفقك ودام انك جيت هذه تكفينا وبيض الله وجهك دام انك حريص وروح. الله اكبر. انا طعمك حطيت القروش بجيبي وروحت البيت. عباره عن صف مضبوط على عيني. يوم روحت البيت طعمك يوم جيت اطلع لامي 100 ريال لقيت بجيبي 500 ريال. معطيك اجر. هو يوم طلع الفلوس من انا حطيت الفلوس بجيبه. هو يوم طلع الفلوس طلع من الفلوس طلع فلوس وحطها بجيبي الا بجيبي 500 ريال. 200 اعطيتها امي وبقي معي 300. واعود عليه مره ثانيه اقول يا عم سعيد والله انك معطيني 300 زياده 300 ريال. قال لي يا ورع ما تضحك علي روح لاهلك. لا اله الا الله. صدمت الرجال وعطاني 300 ريال فوق. رزقنا الله الساقه. والله انه ما اقتنع. الله اللي جاويت. والله انه ما اقتنع قال لا. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي.